Jaime Romero يتفوق عليه كريم بنزيما. لوكا مودريتش صنع الألعاب للبلاي ميكر كريم. كريم رونالدو. رونالدو جول. رونالدو التورنادو. رونالدو رونالدو الترسانة النووية مدمر الملاعب العالمية. هو كريستيانو الرهيب. رونالدو العجيب. الريال بيقدم الأبطال مشاهدينا الكرام. الملك الإسباني يمشي هو إلى تملك أن السدار يعين الأضرار بفعل رونالدو الفارس المغوار. هذه هي التركيبة المدريدية المسيطرة على البطولة الإسبانية. 14 هدف للدور لرونالدو يمينية السلام بين أقدام الحارس. سيريغول إيطالي ستفتش عنها يا ولدي لتجدها في الشباك. مرة أخرى للكرواتي. مودريتش يحضر وكوفازيتش يغيب في التشكيلة الأساسية لريال مدريد. فوينتيس ينقذ هذه الكرة ويعطي كرة السلام لليون. ليون 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 جول 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 جول. سيرجي ليون. سيرجي ليون من أجمل ما يكون هدف الفريق رقم 7 بسبع أهداف في الليغا. يتلاعب الدماء المدريدي يرفع الكرة بكيلر نافاس وهو في ذلك المجال سحب الاختصاص. هو مشاهدينا الكرام رأى سيرخيو ليون التعادل 1-1 بين متضاير الترتيب العام وسحب الصدارة. رافائيل فران يكسر النظام الدفاعي لريال مدريد وسيرخيو ليون لا يرحم الميرينجي بلقطة فنية عالمية. يرفع الكرة بنباس ويضع الكرة في الشباك. 1-1 في أجواء سريعة في مدرجات استاد السدار. مارتشيلو كرة ممتازة لخميس والتأمين الدفاعي من دافيد غارسيا. معاود بولين على يمين دفاع فريق أوساسونا بامبلونا. إمكانية كريم ويعدي جول. إيز جول. جول. جول 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 جول. فان الريال. إيز جول. وحده أمام جماهيره. والهدف الثاني لريال مدريد اللي يعود إلى الآن العيد. ريال مدريد عبر إيز جول. حدد في حدد. الريال بالجالاكتيكوس نجوم العاصمة الإسبانية تتلالا في سماء مدينة بامبلون. الهدف الثاني للمتصدر ريال مدريد. البداية لكريم بنزيما. وصول رائع لإيسكو. إغانة سلفاتوري سيريجو. ويأتي الأسبقية الثانية للميرينجي المتحدي. هدفان هدف للريال بأقدام الأبطال. يعود للانتصار في هذا المشوار. إيسكو يا سلام تحت المطر. دافيد غارسيا لا يهدأ له بيرد المدرب السربي في دار بازيليفيتش. كرة لمارتشيلو. هجوم لوكاس فاسكيز. رونالدو فاسكيز. جول 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 دفاع فريق أوساسونا. رونالدو وراء عملية الهدف بطريقة رائعة. يخلي الكرة تمر لوكاس فاسكيز في طبق من ذهب. يضع الهدف الثالث لريال مدريد. انتهت المباراة وباعت بكامل الأسرار مشاهدينا الكرام بثلاثة أهداف لهدف للميرينجي.
مينجي 49 نقطة. الصدارة عن جدارة لريال.